طبعا مع دخول استثمارات أجنبية جديدة وتوسعات للشركات بالإضافة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المدروسة، ده هيتيح للمستثمرين الأجانب وأهم للمستثمرين المصريين حفظ حقوقهم واستثماراتهم، ويدي فرصة كبيرة وجيدة لتقدم مصر. خبرنا الثاني من إدارة البورصة المصرية اللي أصدرت النهاردة قرار تنفيذي بإعادة تشكيل لجنة مؤشرات البورصة. اللجنة دي برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية محسن عادل نائب رئيس البورصة، بالإضافة لثلاث أعضاء مستقلين من الشركات العاملة بالسوق. رئيس البورصة قال إن وجود أعضاء مستقلين داخل اللجنة بيأكد حرص إدارة البورصة على إضافة المزيد من الشفافية لأعمالها اللي بتختص منذ إنشائها بالنظر في مختلف مؤشرات البورصة والعمل على تطويرها وتسويقها ومراجعتها دوريا. ده هدفه أن تكون المؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء السوق بصورة عامة. اللجنة دي هتقوم كمان بمراجعة أداء الأدوات المالية المشتقة من مؤشرات البورصة،